وآل محمد. ثانية ثالثة بأعلى أصواتكم. عادت لترهف نجوانا مواضينا، ذكرى بها زحفت أمجاد ماضينا، ذكرى الزكي وكم فيها لنا عبر نقيم منها لدنيانا الموازينا، وكم بها من دروس لو نطبقها على الحياة لما مرامينا. إن الزمان يحاكي أمسه غده، وما مضى كان للآتي تمارينا، فلنقتبس منه ما يجلي غوامضنا، ولنكتسب منه ما يهدي مساعينا. لكل حادثة درس تقرره لنا الطبيعة توضيحا وتبيينا. ولادة الصبط فجر لا تقاس به، مواهب الفجر إبداع، مواهب الفجر إبداعا وتزينا. فالفجر يبدو ويخفى والزكي لنا، فجر يدوم مع التاريخ ميمون. نبارك لصاحب العصر والزمان وللأمة الإسلامية وللمراجع العظام، ولكم أيها الحفل البهيج ذكرى إشراقة النور وإطلالة الهدى ومنبع الكرم ونهر الجود، الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلاة والسلام، كريم أهل البيت. وخير ما نفتتح به هذا الحفل آيات من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ أحمد جلال الحمد، فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا إِنَّا
أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قدروها تقديرا. ويسقون فيها
عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا خضر وإستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. أحسنت وبارك الله فيك وجعل القرآن شفيعك يوم القيامة إن شاء الله. الإمام الحسن المجتبى أول ثمرة للزواج المبارك بين أمير المؤمنين والسيدة فاطمة بنت الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولد الإمام الحسن في النصف الثاني من شهر رمضان في السنة الثالثة للهجرة في المدينة المنورة، وقد أدى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل الآداب الإسلامية الخاصة بالولي، ولعل اسم الحسن الذي انتخبه الرسول لحفيده المبارك لم يكن معهودا عند العرب. كان الإمام الحسن منذ أوائل شبابه معروفا بالعلم والمعرفة، كان يعيج هموم الناس، يجيب أسئلتهم، يحب الناس ويحبونه، سخيا في سبيل الإسلام، حتى قيل أنه أنفق ماله مرتين خلال عمره الشريف في سبيل الله.
وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي تحدثه عائشة أن النبي كان يأخذ الحسن ويضمه ويقول: اللهم إن هذا ابني وأنا أحبه فأحبه وأحب من يحبه. اللهم اجعلنا ممن يحب الإمام الحسن وممن يتمسك به قولا وفعلا. أما الآن فمع كلمة الحفل نستقبل سماحة الشيخ محمد رضا الفردان بالصلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. باقة عطرة ملفعة بمشاعر الحب والولاء، أقدمها لمقام سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بهذه المناسبة المباركة ذكرى ولادة الإمام المجتبى الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما أفضل الصلاة والسلام، وأبارك لكم أيها الأحبة هذه الذكرى سائلا المولى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيدها علينا وعليكم والمؤمنين والمؤمنات في حال أحسن من هذا الحال. أيها الأحبة، هذه الذكريات التي تمر علينا من مناسبات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، إنها من نعم الله تبارك وتعالى. أن نجتمع ونحتفل ونستذكر سيرة صاحب الذكرى، سواء كانت الذكرى في فرح كهذه الليلة أو في حزن وترح كليالي وفيات وشهادات الأئمة الأطهار. هذا بحد ذاته من نعم الله وهو أمر جيد، ولكن الذي ينبغي من المؤمن في مثل هذه الذكريات أن لا يكتفي بمجرد عقد هذه الاحتفالات والحفلات ليفرح في ساعة أو ساعتين أو يحزن ثم يخرج وتنتهي المسألة ولا يتذكر شيئا من سيرة صاحب الذكرى، من السيرة التي مرت عليه. لماذا؟ لأنه لا يجسدها في حياته. هذه الذكريات ينبغي أن تكون مدارس، وهي كذلك. يتعلم فيها المؤمن ما يستفيد به في حياته وبلوغ كماله،
لذلك أيها الأحبة، ونحن في هذه الليلة المباركة في شهر الله الكريم وفي ضيافة كريم أهل البيت الحسن المجتبى عليه السلام، أود أن أقف معكم عند كلمة من كلماته لنتعلم ونحن في مدرسته عليه السلام، ولنخرج بفائدة في هذه الليلة من مدرسة إمامنا المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. فمن جملة كلماته يقول: إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور، فليجل جال بضوئه وليلجم الصفة، فإن التفكير أو التفكر بحسب الاختلاف في المصدر، فإن التفكر حياة قلب البصير، كما يمشي المستنير في الظلمات بالنور. الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام يتحدث في هذه الكلمات عن رافد مهم من روافد بصيرة عند الإنسان، بل هو أهم الروافد، ألا وهو القرآن الكريم. يقول: إن هذا القرآن فيه مصابيح النور وشفاء الصدور. فكلما تمعن الإنسان وتفكر في كتاب الله وتدبر في آياته، كلما ازدادت بصيرته. يقول تعالى: هذا بصائر من ربك ورحمة وهدى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول في آية أخرى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. ويقول في سورة أو في آية ثالثة: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. فإذا الفكرة الأولى أن الرافد الأساس في تكوين البصيرة والوعي عند الإنسان المؤمن المسلم هو القرآن الكريم. وبعد أن عرفنا ذلك، السؤال يقول: كيف يتحصل الإنسان على هذه البصائر من كتاب الله؟ علمنا أن البصائر هي في كتاب الله، وأنه نور، وأنه شفاء. ولكن يا ابن رسول الله، أيها المجتبى، كيف نتحصل على هذه البصائر؟ ما هو الطريق؟ ما هو السبيل في تحصيلها من كتاب الله تبارك وتعالى؟ هو يقول عليه السلام: فإن التفكر أو التفكير، فإن التفكر حياة قلب البصير. التفكر، الله تبارك وتعالى أيها الأحبة أودع في جميع البشر القابلية والاستعداد لتحصيل البصيرة
والقدرة على الإدراك. وطبعا هنا القابليات والاستعدادات تختلف من شخص إلى آخر، إلا أن في النهاية الكل يمتلك قابلية ويمتلك استعداد. غاية ما في المسألة أنه هذه القابلية قد تختلف من شخص إلى آخر، وهذا ما تشير إليه الآية ويفهم من قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، بحسب استعدادها، بحسب حجمها. وكذلك الإنسان بالنسبة إلى ما يأخذ من كتاب الله تبارك وتعالى بحسب قابلياته واستعداداته. فهناك من يستثمر هذه القوة وهذا الاستعداد فيصبح بصيراً ويصبح واعياً من خلال التفكر في كتاب الله وإعمال هذه الجوارح التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان. ولكن هناك قسماً آخر من الناس أعطاهم الله القلب والسمع والبصر، ولكنهم لم يستفيدوا من كل هذه القدرات والاستعدادات في تكوين البصيرة عندهم. يقول تبارك وتعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قدرات تفضل المولى تبارك وتعالى بها علينا، إلا أن بعضا من البشر عطل هذه القدرات وجمد تلك الاستعدادات فكان كالأنعام بل هم أضل، أدنى منزلة من الأنعام. عندما لا يفعل الإنسان ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه من نعم وقابليات في الطريق الصحيح يعطلها، فإنه يتسافل ويتسافل حتى يصل في مصاف البهائم، بل إن استمر على ذلك نزل إلى أسفل سافل. فالخيار بيد الإنسان أن يكون من أهل البصيرة والوعي أو أن يكون من الخاسرين الغافلين. وهنا أقول أيها الأحبة كلمة أذكر بها نفسي وأذكركم، فإن الذكرى تنفع المؤمن. أقول صحيح أنه قد ورد في الحديث أن لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان، ولكن هذا لا يعني أن لا نتعاهد القرآن ولا نقرأ القرآن إلا في شهر رمضان. ربيع القرآن يعني أن تكون القراءة والإقبال على كتاب الله بطريقة مكثفة في شهر رمضان، ولكن أن لا يغفل القرآن
وتعاهد كتاب كتاب الله في سائر أيام أو أشهر السنة، كما هو حال البعض. ليست له علاقة بكتاب الله إلا في شهر رمضان، أو إذا لا سمح الله كانت هناك حالة وفاة، إما في غير هاتين المناسبتين لا علاقة له بكتاب الله. الإمام الحسن المجتبى عليه السلام عندما يتحدث عن القرآن في الكلمة التي صدرنا بها الحديث، فإننا نفهم منها أنه يريد لنا أن ننفتح على كتاب الله بوعي وبصيرة في كل حياتنا، لا في شهر دون شهر، ولا في عند محطة دون محطة، بل أن نكون مع القرآن على طوال الخط. لأنه عندما يريد الإنسان ويطمح لبلوغ مراتب الكمال الإنساني، فلا بد له من الرجوع إلى القرآن الكريم ليستنير به. وعندما تختلط الأوراق على الإنسان وتلتبس عليه الأمور في معترك هذه الحياة وما فيها من فتن، يختلط فيها الفكر الصحيح بالسقيم، فلا مخرج من كل ذلك إلا بوعي وبصيرة وحكمة وعلم يستلهمها صاحب البصيرة من كتاب الله، لأنه الرافد الأساس والأول في صنع وتكوين البصيرة عند الإنسان. فالقرآن يمنحكم البصيرة والوعي ويعطيكم الرؤية ويدلكم على الطريق الصحيح ويرشدكم إلى المسار المستقيم في كل مناحي الحياة. إن هذا القرآن، يقول الحسن المجتبى عليه السلام، إن هذا القرآن فيه مصابيح. وماذا يعمل الإنسان بمصباح النور إلا أنه يستضيء به في ظلمات هذه الحياة؟ والإمام سلام الله عليه، لاحظوا التعبير، قال فيه مصابيح النور، ليس مصباحا واحدا بل مصابيح. لماذا قال مصابيح؟ لأن حاجات الإنسان في الحياة والمجالات متعددة، ففي كل مجال هنالك مصباح يضيء للإنسان ذلك الطريق وذلك الدرب. فالقرآن مصباح في الأخلاق، والقرآن مصباح في العقيدة، والقرآن مصباح في العلاقات الاجتماعية وقضاياها وما يتعلق بها، وهو كذلك مصباح في سبيل في سبل ومناهج الدعوة إلى سبيل الله. وفي كل مورد وفي كل مجال القرآن الكريم هو مصباح. ولكن السؤال والكلام المهم أيها الأحبة، هل نحن
ممن يأخذ بهذه المصابيح؟ هل نحن ممن يستضيء بها ويأخذ بها لينير له الطريق من بين يديه حتى يصل إلى كمالاته الإنسانية، حتى يصل إلى أعلى مدارج الكمال، حتى يفرق بين الحق والباطل، بين السليم والسقيم، بين الصح والخطأ؟ هذا هو السؤال المهم. الإمام الحسن سلام الله عليه بين الطريق وقال: هذا كتاب الله فيه مصابيح. والتفكر طريق للأخذ بها، وبقي الدور على الإنسان أن يفعل هذه القاعدة وأن يسير على هذا الطريق. كتاب الله مصباح في الأخلاق، عندما تقرأ تلك القيم الأخلاقية السامية التي جسدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نقرأ في كتاب الله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صاحب هذه الليلة من ضمنهم: إنما نطعمكم لوجه الله. إخلاص في العمل، عطاء في سبيل الله تبارك وتعالى. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ونقرأ أيضا في كتاب الله، هذه أمثلة على البعد الأخلاقي، وأن القرآن مصباح في جانب الأخلاق: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى. ونقرأ الآيات عن الإيثار والكرم والصدق والأمانة إلى غيرها من تلك الصفات التي إن أخذ بها الإنسان وتبصر فيها قادته إلى أسمى مراتب الكمال. وهذا ما يريده صاحب هذه الليلة في كلمته التي أسلفناها، وهذا ما يريده كريم أهل البيت عليه السلام، يريد لنا أن نترقى، يريد للإنسان أن يؤكد على إنسانيته، فلا يتسافل إلى درجة البهيمية في الحياة. وكيف يؤكد، وهل يؤكد الإنسان على إنسانيته ويتكامل إلا من خلال الاهتداء بكتاب الله وبالأخذ بما جاء فيه، كما كان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. عندما نقرأ سيرة المولى الحسن عليه السلام نجد أنه جسد كل هذه المفاهيم في حياته وفي سيرته. هذه القيم الأخلاقية جسدها حتى صار الإمام سلام الله عليه، إن صح التعبير، كتلة من الإيمان والأخلاق تسير على الأرض. كل القيم اجتمعت فيه وعجنت
بقلبه وعقله وكل جوارحه حتى صار سلام الله عليه بسيرته يتحدث أخلاقا. نقرأ من جملة تلك المواقف في حياته كيف أنه كان الرحيم الغفور الودود الرؤوف، ليس بمن كان يقول بإمامته فقط، بل حتى بمن يختلفون معه في الرأي، بل حتى ممن يلاقي منهم العذاب. وقصته مع ذلك الشيخ معروفة، الشيخ الشامي الذي جاء إلى المدينة وصار يشتم الإمام الحسن سلام الله عليه، تركه الإمام كما في الرواية يشتم ويكمل والإمام يتبسم في وجهه حتى أتم كلامه وشتمه للحسن ولأبيه عليهما السلام. قال له الإمام: يا شيخ، لعلك غريب، لو استطعمتنا أطعمناك، ولو سألتنا أجبناك، وإن كنت صاحب حاجة قضينا لك حاجتك. فدعاه إلى داره، ودخل إلى دار الإمام سلام الله عليه حتى خرج من المدينة وهو يقول: دخلت وما من أحد أبغض إلى قلبي منك ومن أبيك، وأخرج من المدينة وما من أحد أحب إلى قلبي منك ومن أبيك. الإمام سلام الله عليه يريد لنا أن نجسد ما في القرآن من قيم، أن نجسدها هكذا كما جسدها الحسن سلام الله عليه. عندما نقرأ: ادعو إلى سبيل ربك بالموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. أين هذه الآية من الواقع المعاش؟ وفي الأساليب التي نستخدمها أو يستخدمها البعض عندما يريد أن يهدي إنسان أو يقتلع ذاك من موقع فاسد ليأخذ بيده إلى الهداية والصلاح، ينبغي أن يتبع هذه الأساليب: الحكمة، البرهان والدليل والعقل، والموعظة الحسنة، الكلمة الطيبة، وجادلهم بالتي هي أحسن. بالتي هي أحسن. هل لهذا واقع مع الذين نتفق معهم فضلاً مع الذين نختلف معهم؟ ألا نسمع بتصرفات هنا وهناك من المؤمنين فضلاً عمن هم من غير المؤمنين؟ قد يختلف معك في فكرة، ويختلف معك في طرح أو في رأي أو في موقف سياسي أو غير سياسي، وتتحول هذا الاختلاف إلى عداوة وإلى بغضاء وإلى طعن وإلى شتم، تعد على الحرمات. أليس القرآن يقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكم؟ أليس كتاب الله يقول: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين؟ أليس القرآن يقول: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إذا عندكم دليل. لنتحاور ونتناقش ثم نصل إلى نتيجة، ثم نصل إلى اتفاق. أليس القرآن يقول: ولا تنازعوا فتفشل؟
نتيجة حتمية. إذن ينبغي أن لا يحصل التنازع بين المؤمنين، فإن في ذلك الفشل وفي ذلك الخسران وغيرها من الآيات والآيات والآيات. كل آيات الله كما يقول مولانا زين العابدين سلام الله عليه: آيات الله خزائن، فإذا مررت بخزانة فافتحها وانظر ما فيها. تفكر، اقرأ القرآن بوعي ثم جسد ما تقرأ من تعاليم ومفاهيم قرآنية في حياتك. ولو أطلت عليكم وأعتذر عن الإطالة، أخيرا أقول: ينبغي علينا أن نكون كما يريد لنا الإمام الحسن سلام الله عليه عندما نقرأ القرآن، لننفتح عليه بوعي وبصيرة، ثم لنجسد ما نقرأ في واقعنا وفي حياتنا، فإن ذلك هو سبيل النجاة، وإن في ذلك إدخال للفرح والسرور على قلب أئمتنا، وبالخصوص إمام زماننا صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أكتفي بهذا المقدار، وأسأل الله تبارك وتعالى ختاما أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيدنا على مثل هذه الليالي والأيام في حال أحسن من هذا الحال، وأن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، وينتقم لنا ممن ظلمنا، وأن يفرج عن المعتقلين والجرحى والمصابين فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر، أو هو أقرب من ذلك يا كريم. أعوذ بجلال وجهك أن ينقضي عني شهر رمضان، أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. يتفضل رئيس المأتم بتكريم سماحة الشيخ محمد رضا على مشاركته. نشكر سماحة الشيخ على هذه الكلمة القيمة، والتي نوه في بدايتها إلى أهمية الإحياء الروحي في هذه الليالي العظيمة. أيها الأحبة، يجب أن لا نقتصر على إظهار الفرحة وأحياء هذه المجالس، بل يجب علينا أن ننتبه إلى أننا في هذه الليالي تنفتح لنا أبواب السماء، فيجب علينا أن نستغلها بالدعاء والتقرب إلى الله ولو بمقدار درجة. كما أنه أشار إلى موضوع البصيرة من خلال كلمة للإمام الحسن عليه السلام ومصدرية القرآن الكريم لذلك، وأهمية أن نقرأ القرآن الكريم طوال السنة بتفكر وتدبر، وأن لا يكون ذلك في محطات قصيرة.
هناك إعلانان قبل الفقرة القادمة. الإعلان الأول وهو جمع للمقبرة بعد نهاية الحفل إن شاء الله. أما الإعلان الثاني فهو أن الليالي أو الخطابة الحسينية في الثلاث الليالي المقبلة في المعتم ستكون لسماحة الشيخ عبد الحسين حول محاضرات حول العلماء الماضين رحمهم الله. أما الآن فمع قراءة المولد مع الأخ عقيل جلال الحمد فليتفضل بالصلاة على محمد وآل محمد. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد. وآله وسلم قال الراوي وتتابعت الليالي والأيام على الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وهي في أشد الفرح والسرور ولم يزل الرسول محمد وآله وسلم يترقب خروج ذلك المولود الطاهر وكذلك سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام. فلما تم لحمل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها 9 أشهر وكان ذلك في السنة الثانية أو الثالثة للهجرة على مهاجرها وآله أفضل الصلاة والسلام. وفي شهر هو عند الله أفضل الشهور شهر البركة والرحمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبينما كانت السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها تترقب على أحر من الجمر وإذا بها قد أحست بقرب ولادتها فحضرت لها أسماء بنت عميس وأم سلمة رضوان الله عليهما ولم تزل كذلك وحولها نساء من أهل الجنة والبيت مضيء النور وقد امتلأ البيت من روائح الجنة وإذا بها قد وضعت بأبي محمد الحسن والسلام عليك صلوات صل على محمد نبي طالب فاطمة الزهراء الحسن ابن علي الحسين ابن علي زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق موسى الكاظم علي بن موسى الرضا محمد الجواد علي الهادي الحسن العسكري الحجة ابن الحسن الحجة ابن الحسن الحجة ابن الحسن الآن جمع للمقبرة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. كان الإمام الحسن عليه السلام لغة السماء بحق وعين المنطق
حتى قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان العقل رجلا لكان الحسن. في الحقيقة كان الحسن عليه السلام صاحب عقل منفتح، صاحب حلم وصبر، ويشهد له بذلك حتى المخالفين، سواء كان ذلك بحسن نية أم بسوء ظن، ولكن بأبي هو وأمي كان صابرا محتسبا حتى على رغم الملمات التي ألمت به والمصائب التي حلت به. كان الإمام الحسن عليه السلام لغة السماء بحق وعين المنطق، حتى قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان العقل رجلا لكان الحسن، وهو أشبه الناس خلقا وخلقا بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا وهو من عاش في بيت ربيب الرسول ووصيه والده أمير المؤمنين عليه السلام. فحري بأمة الإسلام أن تحتفي أثر هذا العظيم وتلتزم أمره ونهيه، ولكنه وللأسف الشديد ومما يحزن القلب أن شقا كبيرا من هذه الأمة التزم النصب والعداء واتبع أمر عدو الإسلام معاوية بن أبي سفيان، الذي كان يمثل حالة العداوة الضدية الذاتية بين بني أمية، منبع النفاق والكره للإسلام ونبيه، وبين بني هاشم أصل الإسلام وعروته الوثقى. فأبلس معاوية الأمور على الكثيرين وضاعت البوصلة، ولا زال أتباعه إلى اليوم يثيرون الفتن، ولكن بحمد الله ستظل راية أهل البيت عليهم السلام مرفوعة في مواجهة نفاق معاوية. ما ظللنا متمسكين بأهل البيت متبعين لهم في السراء والضراء حتى يظهر الله الدين كله ولو كره المشركون. أما الآن فكلمة توضيحية حول بناء المأتم للسيد طه عيسى، فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نبارك لكم هذه المناسبة العطرة، عادنا الله وإياكم على مثل هذه الأيام ونحن بخير وصحة وعافية إن شاء الله. كلمة قصيرة جدا إن شاء الله لا تتجاوز الخمس دقائق بخصوص مشروع بناء المأتم الجديد. طبعا كلكم على دراية وعلم بأن العمل الميداني في المأتم بدأ، صار لنا أكثر من تقريبا شهرين ونص، والعمل من تاريخ 2/4 بدأ العمل في المأتم، وبدأنا الحفر، والحين العمل جاري حسب الخطة الموضوعة وحسب المخططات المعتمدة من قبلكم أنتم، من قبل الأهالي. استمر العمل، وعقب التعديل الأخير اللي أقريتون أنتم في جمعيتكم العمومية للمأتم على المخطط، عرضت هذه التعديلات على المهندس، والمهندس اعتمدها بشكل نهائي، وأيضا عرضت على الجهات الرسمية في البلد لأخذ الترخيص، وحصلنا الموافقة المبدئية على التعديل، وبدأنا العمل في التنفيذ، ولكن الإجراءات تأخذ شوية وقت من قبل البلدية لحد ما يطلع الترخيص النهائي، وإن شاء الله الترخيص في طريقة للإصدار. النقطة اللي حبيت أركز عليها هو تفاعل الأهالي مع المشروع. طبعا أنتم تتذكرون كلكم أو معظمكم اللي كانوا موجودين بأن هذا المبنى اللي احنا فيه، أول ما بني المبنى اللي قبل هذا، بني على أكتاف الأهالي نفسهم، هم اللي اشتغلوا في المبنى، صفوا الطابوق ومسحوا وصبوا وسقفوا وصبغوا وإلى آخره. زين، فقام على يد الأهالي نفسها. زين، وكان في تكاتف كبير في المشروع،
ولما انتهى العمر الافتراضي للمأتم أو للمبنى القديم بنينا هذا المأتم بنفس الطريقة تقريبا، يعني الأهالي نفسهم هم اللي كافحوا وجاهدوا واشتغلوا ويا بعض على ما قام هذا المبنى وهذا المشروع. وطبعا في بصمات واضحة كانت لبعض الأفراد، الله يرحمه سيد نعمة، سيد عزيز الله يطول عمره، وآخرين كان لهم بصمات واضحة، سيد عيسى الله الوالد الله يطول عمره إن شاء الله، سيد موسى سيد نعمة وآخرين، يعني ما بأذكر كل الأسماء، لكن هذين على الأقل كان لهم بصمات، وبالإضافة للأخ سيد نزار. فيعني الماتم أيضا هذا المشروع اللي احنا قاعدين نشيده الحين هو مشروع يلبي طموح القرية إن شاء الله، يلبي طموحكم أنتون، وإحنا قاعدين نشتغل في لجنة بناء المأتم وفي إدارة المأتم ننفذ هذا المشروع اللي كلكم تطمحون أن تشوفونه إن شاء الله قائم، وفي كل يعني سبل الراحة وسبل يعني التطور في هذا المبنى نفسه، إن كان على مستوى المبنى وإن كان على مستوى طبعا المبنى لا يمثل شيء مقابل يعني الإحياء نفسه، يعني مهم إنه يكون في برنامج ضخم يتصاحب مع يعني جهوزية هذا المبنى إن شاء الله. النقطة المهمة اللي بيركز عليها هو بأن نحن محتاجين فعلا اليوم إلى تفاعلكم جميعا، مثل ما يعني تعرفون والأحاديث تذكر بأن الدال على الخير كفاعلة. أنت اليوم إذا ما تقدر تساهم بدينار اشتغل ويا اللجنة عشان تجيب لها 10، كل واحد منهم يساهم بدينار بتصير 10 دينار. هذه 10 دينار أنت ما ساهم، ما حطيتها بالصندوق أنت بشكل مباشر، ولكن مساهمتك في أنك تحث 10 غيرك أن يساهمون، هذه كتبت لك حسنات إن شاء الله راح تشفع لك في اليوم اللي تحتاجها، في ذلك اليوم الذي نكون متعطشين، كل واحد منا متعطش إلى هذه إلى قطف هذه الثمار. مطلوب، أؤكد مرة ثانية، مطلوب تفاعل الأهالي في دعم هذا المشروع. اللي ما يقدر يحط إيده في المشروع يشتغل ويا اللجان العاملة، يقدر يساند المشروع أما من ناحية حث الناس على المساهمة أو حتى من ناحية تشجيع اللجان والإخوان القائمين على المشروع. يعني مثلا مثال بسيط جدا بسيط، كلنا نروح يوم الجمعة نصلي ونشوف الإخوان جزاهم الله خير، سيد ميثم وسيد جعفر السيد موسى وسيد جاسم وسيد جعفر السيد تقي، واقفين في حرارة الشمس، كل واحد حاط عنده قدامه صندوق وقاعدين يجمعون تبرعات لهذا الماتم. بتكون خطوة جدا فعالة إذا كل واحد وهو طالع من بيته يحط الدينار في مخباه ويطلع لما يوصل ذاك الصندوق يحط الدينار، هو من المارخ والجمع هناك مو لأهالي المارخ، ولكن هذا الدينار اللي أنت بتحطه في 10 بيشوفونك وبيساهمون وياك. يعني خلوا عندنا هذه الروح اللي نشتغل فيها كلنا ويا بعض، والأخوان اللجنة القائمة على المشروع ما يقصرون، قاعدين يشتغلون بكل جد وبكل يعني حاطين كل جهدهم وكل وقتهم عشان ينجزون هذا المشروع، لأن احنا كنا إلى الأهالي كلهم وللجيل القادم إن شاء الله. جزاكم الله خير، ونسألكم الدعاء في مثل هذه الليالي، وادعوا للجنة القائمة على المشروع بالتوفيق، بأن الله يمن عليهم بالتوفيق لإتمام هذا المشروع. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أحسن سيدنا، وأثابكم الله وسدد خطاكم وجعلكم ممن يخدمون أهل هذه القرية إن شاء الله. إعلان لقاء إدارة الجمعية مع الجمعية العمومية والأهالي ليلة 17 رمضان ليلة الثلاثاء مع وجبة سحور. حضوركم دعم للعمل الخيري في القرية. أما الآن فمع آخر حفلنا فمع آخر فقرات حفلنا مع الرادود السيد فاضل، فليتفضل مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد.
وبفضل النبي المبعوث والضاح إلك نور القدس مولاي مولاي يا مولاي والضاح وجهك يا الحسن مشهود ضياء يا من عودك يا من عودك كسر للعزة واللات يا من كسر للعزة واللات أنا من الزغر مولاي واليت واليت ليالي النوح والدمعات وليت بليلة مولدك يا ابن الزكية علقنا شموع ميلادك علقنا شموع ميلادك بدينا يا بن طه النبي المهيوب دينا بدينا نعدد أفضالك بدينا لك انتهى حسابنا يا ابن الزكية هالليل المجد باسم الحسن دار سطع نوره وزهت وتلالت الدار الملايك نثرت الياقوت والذور اي والله الملايك نثرت الياقوت والذور تبارك للنبي خير البرية الحسن صبط النبي للناس قبله الحسن صبط النبي للناس قبله الكرم ما ينوصف عقبه وقبله وقبله أنا بروح الخيال أهديت قبله والله أنا بروح الخيال أهديت قبله تبوس تراب أجدام الزكية ما غير الحسن شوقي رسالة رسالة إمام الدين وعلوم الرسالة رسالة من القلب أبعث
رسالة 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 من القلب أبعث رسالة أهني المرتضى هاي المسيا فرحتنا هالليلة تتلالى بالحسن ابن الزكية فرحتنا هالليلة تتلالى بالحسن ابن الزكية جوابك فرحتنا هالليلة تتلالى بالحسن بعد جواب فرحتنا هالليلة تتلالى الحسن ابن غابت شموس وكواكب والنجم أعلن غيابه بالحسن من هالضياء كل من أعلن انسحابه من ظهر نور عليهم أصبحوا كلهم غلابة هالليلة ميلاد الحسن هالليلة ميلاد الحسن نور بازغ للخلايق واللي يحب يشوف واثق كل من الهنور عاشق كل من الهنور عاشق الله 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 هبي والليل يتشعشع بالحسن ابن الزكي فرحتنا هالليلة تتلالى بالحسن فرحتنا هالليلة تتلالى لا تلوم اللي تجنى واستوى قاس بجنونه حتى قاس بات حيار وخابت بعبلة ظنونه يا الحسن حبك يحير ما أظن يستوعبونه والله أفلح من حبك والله 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 أفلح ما هو خاسر من يحبه رابح اللي يهدي لقلبه وهو تمثال المحبة وهو تمثال المحبة الله الله شكوى عالعادة نقلها للحسن ابن فرحتنا هالليلة تتلالى فرحتنا هالليلة تتلالى قالوا بحبكم نقاسي الهضيمة والأذية اسألك الفرج يا إمامي قالوا بحبكم نقاسي الهضيمة والأبية قلنا ترخص في عشقكم والله ساعات المنية يا أهل بيت النبوة يا أهل بيت النبوة
حبكم تصير القضية والله أفلح من حبكم والله أفلح من حبكم الحسن حبك عبادة واللي يحبك خد مرادة واللي يحبك خد مرادة نالك الخير وسعادة نالك الخير وسعادة الله 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 ادعوا يا مولاي فرحتنا الليلة تتلالى بالحسن ابن الزيد فرحتنا الليلة وحك المن قصد للبيت والطاف وحك المن قصد للبيت والطاف قلبي بالحسن حامل غدا الطاف رحت صوب النجف بالروح والطاف رحت صوب النجف بالروح والطاف أبارك للوصي وحسين خيار هاي القلوب لك تبعث تهانيها وي حمام العشق يا الحسن تهديها هاي القلوب لك تبعث تهانيها وي حمام العشق يا الحسن تهديها هاي القلوب لك تهانيها وي حمام العشق يا الحسن تهديها هاي القلوب هاي القلوب وي حمام وي حمام العشق يا الحسن هل هلت شيعتك يا الغالي فرحانة يزدهي مولدك والشيعة وانسانة هل هلت شيعتك يا الغالي فرحانة يزدهي مولدك والشيعة وانسانة هاي الأصوات لك بالياس مليانة والجفوف اللي تهوس من يحنيها هاي القلوب هاي القلوب وي حمام العشق يا الحسن تهديها هاي الأعياد لك يا الحسن منصوبة واللي يشارك فرحكم تنمح ذنوبة والمشى بسيرتك دنيا مهيوبة انت طرواك عز واجمل حلم بيها هاي القلوب هاي القلوب وي حمام العشق يا الحسن يا نبع يا بحر متفايض جروفه يا هو مثلك حمل وتحمل ظروفه يا كرم ما خلى من الخير معروفه شيعتك رادتك من جرفك رويها هاي القلوب هاي القلوب لك وي حمام العشق بعد مرة هاي القلوب لك وي حمام العشق يا شراع المجد يا مركب الشيعة
يا حبيبي النبي الواجب انطيعه غيرك الناس ابد ما رايدت بيعه شمعتك نايرة ما حد يطفيها هاي القلوب هاي القلوب لك ويحمام العشق أفضل الصلاة والسلام نشكر الرادود سيد فاضل على مشاركته معنا ونتمنى له دوام التوفيق. يتفضل سماحة الشيخ محمد رضا بتكريم الرادود سيد فاضل وختام فقراتنا هو السحب على جوائز الليلة. حياك سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وين عقيل؟ نبدأ سحوباتنا. حياك شيخنا. حياك. بس نكرم بس الفائزين. متعبك يانا الليلة شوي. ما عليه. هاي فرصة إنك تواجد يانا الليلة. الرقم الأول 344. 344. سيد نزار رئيس المأتم تفضل. تفضل. 344. الرقم الثاني 346. 346. إن شاء الله حركهم عدل. الرقم الثالث 326. 326. الرقم الرابع 328. 328. الرقم الخامس 330. 330. طبعا الهدايا الليلة نوعية. ندعم الجمعية في حملة تشجير القرية والرقم 282. 282. يلا اللي بعده 373. 373. حياك منا. 310. 310. ثلاثمية وعشرة. أوكي. 355. لا. 355. ما شاء الله. 340. هي الأرقام تبدأ بـ 292 هو رايح كنا بس يعني من 200. أوكي. كم واحدة باقي؟ مئتين وسبعة وتسعين. 297. الشيخ. 314. وينه؟ 358. بابا يا هاي. 358. 314. وينه؟ 358. 290. الرقم 290. مبروك.
لبعده 308. شيخنا كم رقمك؟ شيخنا كم رقمك؟ ثلاثمية وثمانية. ثلاثمية وثمانية. كم واحدة؟ بعد فيه. 322. 322. يلا بسرعة. 335. 335. 291. 291. وين الشباب ديك الزاوية ما في؟ وين أرقامكم؟ 291. 362. تفضل سيد. 362. 362. 281. 281. يلا ما باقي شيء. 200. كم رقمك يا ابو حسن؟ عطنا اياه خلينا نشوف. اكيد 292. 292. سيد مرتضى 286. مئتين وستة وثمانين. كم انت؟ 339. تفضل سيد. مبروك. 339 قلنا. باقي ثنتين. سيدنا 339. لا اوكي في هذيك اوكي. الرقم 313. باقي ثنتين الحين. 313. مبروك سيد عقيل. ايه اوكي تستاهلون تستاهلون. آخر رقم خلنا نخلط عدل عشان لا حق الشيخ. 350. 350 موجود لو نسحب غيره؟ موجود لو نسحب 350. ها موجود لو نسحب. سيد ناصر وأفنى مبروك وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.